مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في موضوع اليوم. تتوقع الحكومة المغربية يتواصل الانتعاش الاقتصادي خلال هذا العام بفضل جهود التكيف مع آثار الجائحة وسياسات الإنعاش والتمويل المتبعة خلال الفترة الماضية. العام 2022 يلوح حافلا بالفرص الاقتصادية في سياق التحول الذي تعرفه سلاسل الإنتاج الدولية وتقدم إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة المساعدة على اندماج أفضل وجاذبية أكثر للاقتصاد المغربي. لكن هذا العام يبدو أيضا متأثرا بتأثير نقص التساقطات المطرية خلال بداية هذا الموسم الفلاحي، ومتأثرا أيضا بتداعيات الموجة الوبائية المرتبطة بأوميكرون. فما هي آفاق الاقتصاد المغربي خلال هذا العام على ضوء كل هذه المتغيرات؟ للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الدار البيضاء الدكتور زكريا فيرانو، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا بكم أستاذ فيرانو. صباح الخير، شكرا لكم. ألف مرحبا. يسرنا أيضا أن يكون معنا الأستاذ الحسين الفرواح، المحلل الاقتصادي من مدينة تيزنيت. أستاذ الحسين الفرواح، أهلا بك. أهلا وسهلا سي محمد. إذن أبدأ معكم أستاذ زكريا فيرانو. على ضوء المتغيرات المتوفرة الآن في شهر يناير، كيف يبدو لكم أداء الاقتصاد المغربي خلال هذا العام؟ بداية يعني يجب الإشارة على أنه هناك واحد تقريرين مهمين اللي خرجوا في الأيام الأخيرة، اللي هو أولا هو المعطيات اللي قادمة من بنك المغرب حول استبيان ديال فيما يخص يعني التوقعات ديال الشركات حول الإنتاجية وكذلك حول المبيعات. وفي هذا الاستبيان هذا أبان على أنه معظم الشركات، أكثر من 74% من هذه الشركات المشاركة في هذا الاستبيان اللي هو دوري ديال البنك المركزي، بينت على أنه تطلعات ديالها يجد إيجابية فيما يخص الإنتاج وكذلك فيما يخص استقرار المبيعات، خاصة في سنة 2022 أو في الثلاث أشهر الأولى من سنة 2022. هناك كذلك بعض المعطيات اللي يجد مهمة اللي خرج بها المندوبية السامية للتخطيط، واللي كتنص على أنه غادي يكون عندنا إن شاء الله، نتمناو على أن يكون نسبة النمو ديال سنة 2021 توصل تقريبا 6.9%، وهذه نسبة متفوقة على ما تم استشرافه من قبل، سواء من البنك الدولي أو كذلك من صندوق النقد الدولي وكذلك المؤسسات المغربية مثل بنك المغرب. وكذلك كانت هناك إشارات على أنه هناك انتعاش في عدة قطاعات، خاصة القطاعات الأولية والقطاعات الثانوية والقطاعات الثالثية. ويجدر بالذكر على أن القطاعات اللي هي مرتبطة بالتصدير عرفت واحد الانتعاش جد مهمة، قطاع السيارات، القطاعات التحويلية وكذلك القطاعات الفلاحية. هناك كذلك واحد المعطى المهم هو أنه الربع الأول من سنة 2022 كيتوقع المندوبية السامية للتخطيط على أن نسبة النمو ديال الربع الأول غتكون تقريبا 2.8%، وهذه نسبة تفوق يعني ما تم تحقيقه في الربع الأول من سنة 2021 اللي كان فقط 1%. إذا إلا خدينا هاد التقريرين الأولين غنعرفوا بأن هناك واحد البشارة خير بالنسبة لسنة 2022 فيما يخص انتعاش القطاعات الغير الفلاحية، وهذا شيء جد مهم بالنسبة لنا حنا كالاقتصاد الوطني. أنا كنعرفوا بأن القطاع الفلاحي هو داعم للنمو المغربي، ولكن كذلك ما كيفوتش تقريبا واحد 17% ديال النسبة ديال الناتج الداخلي الخامدة. القطاعات الأخرى هاد الانتعاش اللي كتعرف غيكون عندها واحد الوقع جد إيجابي، ولكن هناك تخوفات كما أشرتم إلى ذلك. هناك واحد التخوف الذي يجب أن نشير إليه هو أنك هناك توقعات عالمية بأن البنك المركزي الأمريكي غيرفع النسبة ديال الفائدة دياله، وهذا غيكون عنده تداعيات كبرى على سواء أسواق الرسامية أو كذلك أسواق الدين الخارجية، وغيكون عنده واحد تداعيات كذلك على صرف العملات خاصة ما بين الدولار وما بين الأورو. وهناك كذلك تخوفات كبرى فيما يخص التضخم، وكنظن بأن الجميع يرتقب اليوم التقرير اللي غيخرج به صندوق النقد الدولي في 25 يناير اللي هو غيعطينا خارطة الطريق بالنسبة للتوقعات لسنة 2022. طيب، جميل هذا التشخيص. أستاذ الحسين فرواح، تابعنا أداء الاقتصاد المغربي في 2021، كانت مفاجأة جميلة جدا فيما يتصل بالنمو وأيضا الأداء والصمود في سياق هذه الجائحة. هذا العام هل تتوقع أن تكون هناك مفاجآت مماثلة، أم أننا سنعود بالكاد إلى ما كنا عليه قبل الجائحة؟ على إذن سي محمد، الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب في البداية ديال الجائحة سنة 2020 ماشي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي
سواء في السنة ديال 2021، وما غيكونش الوضع الاقتصادي نفس الوضع الاقتصادي والاجتماعي في السنة المقبلة ديال 2022، رغم بعض التباطؤ. حسب المعطيات المتوفرة لدينا، نسبة النمو الاقتصادي اللي حققها الاقتصاد الوطني في الفصل الثالث من سنة 2021 كانت جد مهمة، اللي هي 7.8%. وإلا قارناها بنفس الفصل من السنة ديال 2020، يعني في السنة ديال الجائحة، في أوج الجائحة، فإن نسبة النمو كانت انكماشية، يعني كان عندنا واحد الانكماش ديال 6.7%. وبالتالي هاد النسب ديال النمو المحققة خلال الفصول الثلاثة الأولى ديال سنة 2021 غتمكننا كما قال الأستاذ زكريا باش نحققوا واحد النسبة ديال النمو مهمة في السنة ديال 2021، لمؤسسات وطنية والمؤسسات الدولية راجعت مرارا هذه التوقعات نحو الأعلى. وبالتالي السنة ديال 2021 كانت بالنسبة للمغرب السنة ديال العودة إلى ما قبل الجائحة، يعني رجعنا للوضع الاقتصادي من حيث نسبة النمو لما كانت عليه هذه النسبة قبل الجائحة، أي سنة 2019. على اي الى شفنا الاسباب ولا يعني الامور التي ادت الى هذا الانتعاش الاقتصادي المهم في سنه 2021، غن حسب الحسابات الوطنيه غنشوفوا بانه كاين مجموعه من المعطيات الاساسيه. اولا، دور النشاط الفلاحي الاساسي في هذا النمو الاقتصادي، بحيث خلال يعني الفصل الثالث من سنة 2021 شفنا واحد الارتفاع الملحوظ ديال القيمة المضافة للنشاط الفلاحي بحوالي 17.7%، ويتوقع أن تصل هذه القيمة المضافة ديال النشاط الفلاحي إلى حوالي 19% في الربع الرابع من أو الفصل الرابع من السنة ديال 2021. كذلك هناك الارتفاع الأنشطة الغير الفلاحية أو القيمة المضافة للأنشطة الغير الفلاحية بحوالي 6.4 خلال الفصل الثالث من سنة 2021. هذه المعطيات إضافة إلى ارتفاع الطلب الداخلي ساهم بشكل كبير في تحقيق الانتعاش الاقتصادي. في كلمة، هل 2022 ستكون مفاجأة جيدة بالنسبة للأداء الاقتصادي على غرار 2021؟ بالنظر إلى ما حققناه في السنة الماضية، أي سنة 2021، فإن النمو الاقتصادي سيستمر خلال السنة المقبلة، لكن مع بعض التباطؤ، بحيث أنه يتوقع أن يكون هناك نمو في السنة، خصوصا في خلال الفصول الأولى من سنة 2022، لكن كما قلت سي محمد في السؤال ديالك، هناك يعني ضعف تساقطات المطرية، وبالتالي ستتأثر الأنشطة الفلاحية شيئا ما، ولكن على أي يتوقع أن نحقق نسبة نمو في السنة ديال 2022 في حدود 3%، علما أن القانون المالية ديال سنة 2022 كان تحدث على 3.2%، ولكن على أي لن نتجاوز في أحسن الظروف 3% في السنة المقبلة. طيب، على ضوء هذا الرقم 3%، 3.2 أستاذ زكريا فيران، والحكومة تقول 3.2، صندوق النقد الدولي أظن إذا لم تخن الذاكرة 3%، المندوبية السامي للتخطيط 2.9 إذا كنت دقيقا في هذا. هل في هذا النطاق سيبقى نمو الاقتصاد المغربي، أم تتوقع أن تكون هناك مفاجآت معينة؟ يا أخي، المفاجآت الوحيدة في المغرب هي التساقطات المطرية. يعني إذا كان هناك يعني سنة فلاحية جيدة وقدرنا نوصلوا لتقريبا 120 اكثر من 120 مليون قنطار، في هذه الحالة كيكون نسبة النمو كتقدر توصل 5% او تتجاوز كذلك 5%. بين قوسين، ما دمت انت ذكرت التساقطات المطرية وعذرا على المقاطعة، قانون المالية يعول او يراهن على 80 مليون قنطار، هذه 80 مليون صحيح. قنطار هي مضمونة حتى في ظل مستوى التساقطات الحالية برأيك؟ أنا كنظن بأن السنة الفلاحية العادية اللي كتكون فيها تساقطات مطرية جد عادية كما نراه في هذه السنة هذه كتكون ما بين 70 حتى 80 مليون قنطار. طيب، وهنا كتبان على أنه التوقعات اللي وضعها سواء البنك المغربي، لأن البنك المغربي حتى هو تيستعمل نفس المعطيات ونفس الفرضيات فيما يخص التساقطات المطرية، يعني كياخذ النسبة ديال 70 مليون حتى 80 مليون قنطار من أجل أنه يعرف نسبة النمو للمغرب. إذا لم تكن هناك مفاجأة فيما يخص التساقطات المطرية وفيما يخص المدن الفلاحي، كنظن بأن نسبة النمو لن تتجاوز
عتبه 3% او لا على ابعد تقدير 3.2%. وهنا كنظن بان هذه النسبه ديال النمو هنا كتبين بان، وكنظن هنا فين كاين الدور ديال النموذج التنموي ديال المغرب الجديد، هو انه يجب الاقتصاد المغربي انه يخرج من هذا لما يسمى عنق الزجاجه فيما يخص ارتباطه بهذه الطريقه بالانتاج الفلاحي. صحيح هو ان الفلاحه اليوم وكما اشار لذلك صاحب الجلاله هي كتعطي واحد القوه وواحد الديناميه بالنسبه للاقتصاد الوطني، وكذلك واحد الاكتفاء الذاتي فيما يخص يعني التبعيه بالنسبه للاسواق الخارجيه، ولكن يجب على ان القطاعات الغير الفلاحيه كذلك تكون تطلع في سلسله الانتاج وكذلك في سلسله التكنولوجيا. وكنظن هذا هو الحل. عفوا على المقاطعة، هل هذا الطموح هو واقعي؟ لكثير من الاقتصاديين يقولون حبذا لو يتحرر الاقتصاد من تأثير وثقل الفلاحة، ولكن الفلاحة في نهاية المطاف هي الأمن الغذائي وهي أيضا العالم القروي، هي أيضا خزان مهم للنشاط، نشاط الأفراد، فئة مهمة منهم. وأظن أن هذا هو ما قلت بأن الفلاحة هي مهمة جدا، ولكن الفلاحة ليس الفلاحة التقليدية اليوم كما نعرفها، ولكن الفلاحة الصناعية، الفلاحة المدرة للقيمة المضافة، الفلاحة المرتبطة بسلسلة الإنتاج الدولية وكذلك السلسلة التكنولوجية. ولكن أنا لا أبخس من الفلاحة وأقول أن المغرب يجب أن يكون له توجه غير فلاحي، لا، على العكس من هذا، أقول على أن الفلاحة هي قوة اقتصادية، هي تبين على أنه الدولة كتكون غير مرتبطة بالأسواق العالمية، الدولة يجب أن يكون عندها اكتفاء ذاتي، ولكن مع ذلك يجب أن تكون القيمة المضافة الغير الفلاحية حتى هي قوية. احنا اليوم كنلاحظوا بأن القيمة المضافة الغير الفلاحية على أبعد تقدير يعني كمعدل بالنسبة للسنوات ما كنفوتوش فيها 2 حتى 3%، وهذا مرتبط بتدخل المغرب في سلسلة الإنتاج. هناك قطاعات نجحت حنا كنعرفوها، هي قطاعات السيارات، وهناك قطاعات أخرى اللي قدرت على أنها تدخل في سلسلة تكنولوجية العالم وقدرنا نستحوذوا على التكنولوجيا، ولكن في القطاعات الأخرى ما زالت القطاعات الغير الفلاحية متأخرة وبما في ذلك القطاع الفلاحي. إذا اليوم كنظن بأن التنزيل ديال هذا النموذج يعني تحويل الاقتصاد وتحويل الاقتصاد سواء عن طريق الرقمنة أو عن طريق الدخول إلى ميادين جديدة فيما يخص التكنولوجيا هي الحل الوحيد من أجل أننا نخرجوا بالقيمة المضافة من هذا ما نقدر نقولوا ماشي سجن يعني بين قوسين، ولكن نخرجوا من هذه البوتقة ديال ما بين 2 حتى 5%. احنا عارفين بأن المغرب اليوم هو في حاجة لنسبة النمو اللي كتفوق 5%، خصنا على مدى واحد 5 ولا 6 سنوات حتى 10 سنوات نحققوا 5% 6% متتالية لكي نستطيع أن نصل إلى هذاك المستوى ديال النمو، المستوى ديال الحياه الكريمه، وكذلك الدخول ربما غدا في الدول يعني في قائمه الدول الناميه والدول المتطوره في العالم. اذا الى ما مشيناش في التوجه هذا كنظن بانه غنبقاو دائما نتسناو الامطار، نتسناو انه تكون عندنا سنه فلاحيه جيده، وكنظن بان هذا الطريقه ديال التفكير هي الطريقه اللي هي يعني نقدروا نقولوا فات عليها الوقت بهذا المصطلح الدارجي، ولكن كنظن باننا خصنا ندوزوا للمرحله القادمه، وكنظن هذه المرحله مرتبطه بالتوجهات الحقيقيه اللي جات في النموذج التنموي. طيب شكرا جزيلا لك استاذ زكريا فيران. واستاذ الحسين فرواح، هل تحمل هذه السنه مؤشرات جديده على لربما القدره على المراهنه على قطاعات اقتصاديه صاعده وواعده، القطاعات التصديريه، صناعات السيارات، الطيران، الفوسفات وغير ذلك من هذه القطاعات التي يمكن ان توفر للاقتصاد المغربي هوامش تحرره من ثقل الارتباط بالسماء بالامطار؟ أكيد سي محمد، مسار التعافي والانتعاش الاقتصادي ديال الأنشطة سواء ديال الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والغير الفلاحية مستمر بالمغرب رغم بعض التباطؤ اللي كنتوقعوا في السنة المقبلة. وفي هذا السياق هذا ما ننساوش واحد المعطى أساسي اللي هو ارتفاع الأسعار ما نسميه بالتضخم. في جل الدول هناك ارتفاعات صاروخية للأسعار بما فيها الدول المغاربية بما فيها المغرب، ولكن بالنسبة للمغرب نسبة التضخم إلى حد الآن متحكم فيها بحيث لا تتجاوز 2.5%، لكن على العموم هناك تحذير من طرف صندوق النقد الدولي للدول المغاربية من تأثيرات ديال ارتفاع الأسعار على يعني الاستهلاك وعلى الطلب خصوصا الطلب الداخلي. كما قلت هناك استمرار للتعافي وهذا يعني مرتبط اساسا بتعافي مجموعه من القطاعات التي التصديريه التي يعتمدها المغرب خصوصا ما نسميه بالمهن العالميه للمغرب بما فيها صناعه السيارات. وبالمناسبه المغرب عنده القدره باش يصدر ازيد من 300 ألف سياره خلال السنه الماضيه 2021،
بعد ما كنا صدرنا تقريبا في السنه ديال 2020 200 الف سياره. كذلك هناك الفوسفات والمشتقات ديالو اللي مكن المغرب من رصيد من العمله الاجنبيه مهم جدا. اليوم كنتوفروا على الاحتياط ديال العمله الصعبه في حدود 330 مليار ديال الدرهم اللي كتمكننا نغطيو تقريبا 7 الأشهر ديال الواردات المغربيه من الخارج. كذلك هناك قطاع ديال النسيج اللي هو قطاع اساسي في المنظومه الاقتصاديه ديال المغرب. هناك كذلك الصناعات الغذائيه اللي هي حتى هي عندها واحد المكانه مهمه في التصدير بالنسبه للمغرب. على اي يمكن القول بان المغرب بفضل هذه القطاعات سيتمكن من تجاوز التداعيات الاجتماعيه السلبيه ديال هذه الجائحه، بحيث انه كل التوقعات كتقول بلي ان في الفصل ديال الاول من سنه 2022 رغم ان القيمه المضافه الفلاحيه غتراجع 4.5% بسبب الجفاف وقله التساقطات، الا انه يمكن اننا نحقق طيب خلال الفصل الاول من السنه المقبله نسبه نمو في حدود 2.1% عوض واحد النسبه اللي كانت 1% خلال نفس الفصل من السنه الماضيه 2021. طيب شكرا لك استاذ حسين الفرواح. استاذ زكريا فيران، ونتحدث عن مخاطر التضخم التي تجتاح عدد من بلدان العالم ومنها منطقه شمال افريقيا ومن ضمنها ايضا المغرب. انا تابعت بيانات صندوق النقد الدولي التي تقول بأننا نعيش لنقول فترة نسبيا تضخمية، وهناك آفاق تضخمية إلى حدود 2%. هل يؤثر ذلك الآن هناك ارتفاعات في الأسعار؟ نعم، يعني التضخم كنظن بان جميع التقارير تظهر على انه سنه 2022 غتكون سنه ديال التضخم بامتياز. هناك معدلات ديال التضخم سواء في الولايات المتحده او كذلك في الدول الاوروبيه اللي هي نسب جد مهمه، وكنظن اللي ولات كتجاوز يعني العتبه ديال السياسه النقديه ديال كل بلد. وكما اشرت الى ذلك في البدايه قلت بانه حتى ان هناك توجهات ومخاوف ديال صندوق النقد الدولي فيما يخص يعني ما سيقوم به البنك المركزي الامريكي، اللي كنظن على انه في الايام القليله سوف يقوم برفع سعر الفائده، وهذا عنده تداعيات جد مهمه على الاسواق العالميه وكذلك على سلبيه ام ايجابيه؟ ما نظنوش سلبيه. نعم، لان علاش؟ لان سعر الفائده الى طلعته الولايات المتحده الامريكيه هذا غيؤدي على انه هنا غيكون هناك تراجع في الاستثمار، تراجع فيما يسمى ارتفاع القيمه ديال الدين الدولي، لان معظم الدول اللي كنعرفوا الدول سواء الناميه او الدول اللي هي في طور النمو كنعرفوا بانها عندها ديون خارجيه جد مهمه وعندها يعني ارتباطات بالابناك الدوليه وكذلك بالاسواق الرسميه الدوليه. وارتفاع سعر الفائده الامريكيه يعني غيؤدي على انه ارتفاع قيمه الدولار في الاسواق العالميه وكذلك ارتفاع قيمه الدين عند هذه الدول هذه خاصه الدول الناميه. وهناك تخوف كبير فيما يخص يعني البرازيل وكذلك فيما يخص بعض الدول مثل الصين وكذلك الدول المعروفه الدول الناميه الكبرى اللي كاينه في العالم. وهذا الاطار هذا كنظن اذا رجعنا للدول المغاربيه، احنا كنعرفوا بان الدين الخارجي ديال الدول المغاربيه المغرب هناك كذلك تونس هناك ليبيا وكذلك دول المشرق وكذلك لبنان اللي عنده واحد النسبه جد مهمه من الدين الخارجي. هذا ارتفاع ديال التضخم وهناك احتمال ارتفاع ديال نسبه الفائده ديال البنك المركزي الامريكي تقدر تؤدي على ان الدين هذه يكون ثقل اكبر او ثقل سلبي بالنسبه لهذه الدول هذه. هذا فيما يخص يعني ما يخص الدين الخارجي. هناك كذلك فيما يخص المواد الاساسيه اللي كنعرفوا بان الاقتصاد الوطني وكذلك عده اقتصادات مرتبطه بالمواد الاوليه وخاصه البترول والغاز والمحروقات. وفي هذا الاطار هذا كنعرفوا بان الى اليوم الازمه في الاتحاد الاوروبي هي ازمه مع روسيا، هي ازمه ما زالت قائمه. مازال هناك المشكل ديال الغاز، مازال هنالك الطلب على المواد، لان فصل الشتاء هناك طلب جد مهم على المواد الطاقيه، وهذا كله عنده تداعيات كبرى على قيمه المواد الطاقيه في الاسواق العالميه وكذلك في المغرب. واليوم حنا كنشوفوا الثمن ديال باش نهضروا مع المواطن مباشره، كنشوفوا الاثمنه ديال المحروقات اللي هي اثمنه جد مرتفعه مقارنه بما كان عليه من قبل، وهذه كيكون عندها تداعيات جد مهمه على سلاسل الانتاج وكذلك سواء في جميع القطاع يعني عند الفلاحين عند الشركات عند الصناعة التحويلية. هذا ينعكس أيضا على أسعار عدد من المواد
نعم، لان اذا كان الطاقه مرتفعه والثمن ديالها جد مرتفع، فان النقل تيكون مرتفع، هناك المواد الاساسيه اللي غترتفع، وهناك يعني كل ما يدخل في سياق الانتاج الاقتصادي في الساروره، سواء اللي هو متجه للاستهلاك او لا كذلك متجه للاستثمار، غيكون عنده غيعرف حتى هو واحد النسبه ديال التضخم. وكنظن بانه اليوم الجميع ينتظر نهايه فصل الشتاء، يعني كنتسناو تقريبا نوصلوا شهر 3 شهر 4 باش نعرفوا واش الاسواق غادي تبقى في هذا الارتفاع ديالها فيما يخص المواد الطاقيه. وكنظن هذا مرتبط بعاملين مهمين، قلت هو انه يجب حل حاله المشكل المتواجد ما بين روسيا وكذلك ما بين الاتحاد الاوروبي فيما يخص الغاز وفيما يخص الطاقه، طاقه التدفئه على الاساس والصناعيه في اوروبا، وكذلك مرتبط كذلك بالتذبذبات اللي كتعرف الاسواق الصينيه واللي هي كذلك مرتبطه بالطاقه ومرتبطه بما يسمى الطلب على الطلب الخارجي. اذا الى اخذنا هذه المعطيات سواء الداخليه طيب. سواء الخارجيه، كنظن بان التضخم هنايا يسائل السياسه النقديه في المغرب، وكنظن بان السياسه النقديه لحد الان لم تتخذ اي اجراء. تقصد يعني بنك المغرب؟ نعم اقصد بنك المغرب. لماذا؟ لان كنظن بان بنك المغرب هو واعي بان هناك سيوله جد مهمه في عند الابناك فيما يخص يعني تحويلات المغاربه المقيمين بالخارج وكذلك الاستثمارات الخارجيه القادمه للمغرب. اليوم عندنا اكثر من 100 مليار ديال الدرهم اللي جات من تحويلات المغاربه المقيمين بالخارج، والحمد لله هذا يعني ارتباط جد وطيد ديال هاد المغاربه مع الاقتصاد ديالهم، وهذه كتعطي واحد السيوله جد مهمه للابناك اللي كتخلي بان الابناك تبقاو في واحد اريحيه فيما يخص يعني التدفقات الماليه في الاسواق المغربيه. هناك كذلك معطى مهم بالنسبه البنك المغربي، كنظن بان واشار الى ذلك الاستاذ الزميل، هو انه نسبه التضخم لم تصل الى اكثر من 2% في المغرب. حنا كنبقاو تقريبا الى خدينا التضخم الرئيسي ولا الاساسي كيبقى في تقريبا 1.6%. وفي هذا الاطار كنظن بان بنك المغرب يرى، اظن انه يرى بانه ليست هناك يعني واحد 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 الالزاميه ديال انه يقوم بتحريك سعر الفائده طيب. او لاتخاذ اي اجراء من حيث الحد من التضخم، مع العلم على ان التقرير الاخير، اسمح لي نزيد الاضافه، ان التقرير الاخير ديال البنك المغرب يعني عندما اجتمع يعني مجلس ديال البنك المغرب اشار على انه في افق يعني هذه السنه هذه او لا في افق يعني نهايه سنه 2022 نقدروا نلقاو واحد نسبه تضخم تقدر ترتفع وتفوت نسبه 2%. وكنظن على انه في هذا الاطار هذا كنظن بان البنك المغرب غيبقى متبع هاد السيروره ديال التضخم في الاقتصاد المغربي، واذا ازفت يعني الامور وصلنا لواحد نسبه تضخم جد مهمه، غنظن بان عنده الاليات وعنده الامكانيات باش يمكن له يتخذ الاجراءات اللازمه من اجل طيب. انه يحد من التضخم. ولكن كما قلت الى ذلك، الخطر الاكبر اليوم اللي يشير اليه الجميع هو ما يسمى الدين الخارجي عند الدول، وكذلك امكانيه ارتفاع الدولار في الاسواق العالميه اثر ارتفاع السعر ديال الفائده ديال الصندوق ولا ديال البنك المركزي الامريكي. طيب شكرا جزيلا لك استاذ زكريا فيران على هذا التحليل. استاذ الحسين الفرواح، نحن نتحدث عن ان العالم يعبر سنة 2022 وهي مليئة بالفرص وأيضا بالمخاطر، ونعيش هذه الفترة التضخمية التي عرفت أو تتسم بارتفاع أسعار الطاقة وأيضا ارتفاع أسعار عدد من المواد عبر العالم. هل يمتلك الاقتصاد المغربي وأيضا المؤسسات المالية المغربية الميكانيزمات التي يمكن أو تمكنها من استيعاب هذه الصدمة إذا جاز لي القول التي تجتاح العالم التضخم؟ لابد من الإشارة سي محمد أنه نظريا نسبة التضخم في حدود مقبولة مهمة بالنسبة للنمو الاقتصادي وكذلك بالنسبة للتراجع أو النقص من نسبة البطالة، لكن في كاين الخطر إذا وصلت عندها نسب ديال التضخم نسب عالية جدا، نسب عالية تتجاوز مثلا 4 ولا 5%، أما في حدود 2 ولا 3% من نسبة التضخم فهي مفيدة بالنسبة للاقتصاد، علما أن المغرب عنده ميكانيزمات، عنده آليات باش يتحكم في نسبة التضخم بما فيها السياسة النقدية ديال البنك المغرب. كما أشار الأستاذ زكريا، البنك المغرب مؤخرا احتفظ على نسبة الفائدة الرئيسية ما نسميه لو تو ديريكتور في حدود 1.5%، وبالتالي هذا مؤشر لانه ما عندناش يعني واحد توقعات باش ترتفع الاسعار بشكل ملفت، بالنظر رغم ان هذا مرتبط اساسا بالخارج ما نسميه بالتضخم المستورد لانفلاسيون امبورتي. كذلك لا ننسى ان المغرب عنده واحد الميكانيزم باش يتحكم في الاسعار الا وهو صندوق المقاصه، بحيث اننا عندنا اليوم واحد ثلاثه المواد الاساسيه
اللي المغرب باقي مستمر في الدعم ديالها، اللي هما السكر والغاز وواحد النوع من الدقيق، وبالتالي الحكومه كتخصص واحد الميزانيه في حدود 19 مليار ديال الدرهم باش دعم هذه المواد الاوليه، وبالتالي المحافظه على يعني الاسعار في حدود او نسب مقبوله. ما ننساوش بلي انه حسب يعني حسب المندوبيه الساميه للتخطيط، فان نفقات الاسر خلال نهايه سنه 2021 ارتفعت بنسب مهمه. كذلك ما ننساوش بانه هذا الارتفاع ديال النفقات ديال الاسر بالمغرب ساهم فيه بشكل كبير تحويلات ديال المغاربه القاطنين بالخارج، اللي تجاوزت هذه السنه ولا السنه الماضيه 2021 رقم قياسي اللي هو 100 مليار ديال الدرهم. وبالتالي هذه التحويلات ديال المغاربه القاطنين بالخارج ساهمت بشكل تضامني في الحفاظ على القدره الشرائيه ديال المغاربه ديال الاهل ديال هاد المغاربه القاطنين بالخارج. المغرب عنده الاليات باش يتحكم في التضخم، رغم ان في جل يعني الاسعار ديال المواد الاساسيه اللي كنجيبوها من الخارج ما يمكنش نتحكموا فيها، لانها مرتبطه بالسياق ديال الدولي. هذا السياق ديال الدولي اللي كيتغير يوما بعد يوم، خصوصا في هذه الجائحه ديال كورونا. على اي يمكننا نقول بانه خلال الفصل الرابع ديال سنه 2021 كنرتقبوا يعني ان يشهد الاقتصاد الوطني بعض التباطؤ في الوتيره ديالو، نظرا لاربعه اسباب اساسيه. اولا انخفاض العرض من السلع على المستوى الدولي ديال المواد الاوليه، ما ننساوش كذلك كما قلت الارتفاع ديال النسب ديال التضخم في جل الدول. نعطيك غير واحد الرقم بالنسبه للمنطقه ديال الاورو، وصل فيها التضخم في حدود يعني نوفمبر من السنه الماضيه 4.9%، يعني الاعلى في التاريخ ديال الاتحاد الاوروبي. روسيا مثلا وصل فيها نسبه التضخم 8.4% اللي كان الاعلى منذ سنه 2016، امريكا 6.8% اللي كان الاعلى منذ سنه 1982. وبالتالي هذه الارتفاعات يمكن ان تؤدي الى تباطؤ بالنسبه للاقتصاد الوطني. كذلك ما ننساوش بانه رغم ارتفاع يعني النفقات ديال الاسر، فانه من المتوقع ان تنخفض في بدايه ديال السنه المقبله، نظرا لعده اسباب يعني جلها مرتبط بالارتفاع الاسعار في سياق دولي مضطرب. طيب شكرا لك استاذ الحسين الفرواح. استاذ زكريا فيرانو، هل تقيم تاثير موجة أوميكرون التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، كيف يكون تأثيرها؟ المغرب لا يزال يتبنى إجراءات تقييدية فيما يتعلق بالسفر الدولي، القطاع السياحي متأثر، هل سينعكس ذلك على النمو الاقتصادي، على فرص الشغل؟ ما هي السيناريوهات الممكنة بالنسبة للأشهر القليلة المقبلة بحسب رؤيتك أنت من الناحية الاقتصادية؟ بالطبع، وانه ظهور هذا المتحور الجديد وكذلك يعني انتشار ديالو بهذه السرعه القصوى اللي كنشوفوها اليوم في العالم وكذلك في دول مثل المغرب، هو كيدل على انه لم نخرج بعد من الجائحه، يعني ان هناك التداعيات ديال الجائحه ما زالت قائمه، وسنه 2022 ممكن على انها تكون سنه اخرى مرتبطه يعني بالتداعيات ديال كوفيد 19. اذا اليوم حنا مازالين في الجائحه كما نرى. صحيح وان هناك تقدم فيما يخص يعني سياسه اللقاحات وسياسه تدبير الازمه، هناك خبره اليوم فيما يخص يعني تدبير ديال الجائحه سواء في المغرب او في عده دول اخرى، ولكن هذا لا يعني على انه بدانا نخرج من الازمه. اليوم كنشوف الارقام بالالاف او مئات الالاف في بعض الدول، هناك امريكا، هناك دول اوروبيه مثل فرنسا، هناك انجلترا، هناك عده دول اللي اليوم شددات من الاجراءات ديال الاحترازيه، وهناك كذلك دول دخلت في الحجر الصحي، يعني رجعت للحجر الصحي على كمثلا هولندا ودول اخرى. وفي هذا الاطار هذا كنظن هناك كذلك بعض القيود اللي جد مهمه في دول الخليج، ما نساوش دول الخليج اللي هي الدول اللي هي المنتج الاول ديال البترول في العالم، واللي كتعرف حتى هي واحد التداعيات ديال هذا اوميكرون ولا ديال هذا المتحور الجديد اللي كاين. اذا في هذا الاطار هذا كنظن بان هذا
هذا المتحور الجديد غيكون عنده واحد التداعيات على نمطين. اولا فيما يخص يعني تدفق رؤوس الاموال، كنظن بان النعيش في الجائحه كنلقاو بان رؤوس الاموال تذهب الى قطاعات معينه واللي هي قطاعات كلاسيكيه. هناك قطاعات يعني القطاعات الصناعيه الكلاسيكيه يعني التحويليه اللي مازال اليوم قائمه، هناك كذلك قطاعات اللي مازالت تستافد لما يخص قطاعات الغذائيه والقطاعات المرتبطه بالاستهلاك العادي اللي هي قطاعات كتستافد، ولكن هناك قطاعات اليوم تعاني في جميع الدول فيما يخص تداعيات هذا المتحور الجديد ديال الاوميكرون، وربما نجد متحورات جديده تخرج في الشهور القادمه ولا في الايام القادمه. اذا في هذا الاطار هناك القطاعات الخدماتيه اللي كتعاني جدا فيما يخص يعني هذا التداعيات ديال كوفيد، واجدر الاشاره الى القطاع السياحي. اليوم حنا كنعرفوا بان في المغرب القطاع السياحي يعاني من تداعيات الاقفال ديال ما يسمى بالمجال الجوي وكذلك القيود القائمه على السفر، وفي هذا الاطار هذا القطاع هو متضرر. هناك القطاعات المرتبطه بالقطاع السياحي يعني قطاعات الخدمات مثل المطاعم مثل المقاهي، يعني عده قطاعات. هناك مدن كذلك تعيش من هذا القطاع السياحي، واللي كنشوفوا اليوم بانه التداعيات ديال الاوميكرون كانت جد مهمه. الحمد لله ان في المغرب هناك يعني هذا التراجع اللي كنعرفوا في القطاعات السياحيه وفي قطاعات الخدمات اللي هي كانت كتشكل نسبه مهمه من الناتج الداخلي الخام تقريبا ما بين 20 حتى 25%، اليوم الحمد لله تعوضت بالقطاعات الاخرى وخاصه بالتحويلات ديال المغاربه المقيمين بالخارج، لان تقريبا هي اللي غتعوض لنا هذيك المداخيل لما يسمى بالمداخيل ديال السفر ولا لي غوسيل دو فواياج اللي تقدرت تعوضت عن طريق هذا التضامن ديال المغاربه المقيمين بالخارج والتحويلات ديالهم. اذا كنظن بان سنه 2022 هي سنه ما زلنا في الجائحه، ما زلنا ندبر يعني التداعيات طيب. ديال 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 كوفيد 19، وكنظن بان هناك قطاعات ستتضرر وهناك قطاعات ستستمر في الاداء ديالها الجيد لانها مرتبطه بالخدمات اليوميه وكذلك بالاستهلاك اليومي سواء ديال المواطنين المغاربه او ديال المواطنين طيب. في الدول الاخرى. والدليل على ذلك اضيف هذا هو انه الطلبات او لا الطلبات القائمه على القطاع السيارات لم بالعكس ما نقصاتش بالعكس زادت. وهنا فقط للذكر لانه في سنه 2020 يعني في سنه الجائحه وصلنا تقريبا ل 700 الف سياره تم تصديرها من المغرب. اذا في هذا الاطار كاين قطاعات التي ستستمر في الانتاجيه ديالها، ولكن هناك قطاعات اللي للاسف تعاني الامرين من تداعيات ديال من طول تداعيات هذا كوفيد 19 او المتحور طيب. اللي هو اوميكرون. شكرا لك للاشاره الى تصدير 700 الف سياره، كنت انتظر ان ادقق هذه المعلومه ايضا في سياق هذا النقاش. كما وردت في السابق اكثر من 700 الف سياره تم تصديرها. شكرا جزيلا. سمحتي معطيات لم سي محمد تفضل. لم نصدر 700 الف اسره سيارة. 700 الف اسره ولكن صدر سيارة. سياره عفوا ما صدرناش 700 نجناها، ولكن صدرنا بالضبط 317 الف سياره سنه 2021 بعد ما كان صدرنا تقريبا 281 الف سياره السنه ديال الجائحه 2021 طيب. هذه هي معطيات رسميه. طيب لا ادري استاذ زكريا فيرانو انت الى ماذا تستند حينما تقول 700 الف سياره؟ استند الى الانتاج السيارات. انتاج السيارات ليس التصدير. طيب واضح، من الجميل جدا اننا دققنا هذه النقطه في نهايه المطاف. استاذ الحسين الفرواح، بالنسبه للقطاع السياحي الذي لنقل تراجع كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب قيود أوميكرون، بسبب تعليق السفر الدولي، القطاع السياحي لنقل يعيش نوع من التراجع الكبير جدا في نشاطه. هناك قطاعات مرتبطة كالصناعة التقليدية كالنقل ووكالات الأسفار ووكالات كراء السيارات وكل ذلك من المطاعم والبازارات وغير ذلك. كم يزن ذلك في الاقتصاد؟ كم سيأخذ من النمو إذا استمر هذا الأمر بهذا الشكل؟ هل يمكن أن يتعافى سريعا وأن يعوض ما خسرناه؟ السياحة القطاع ديال السياحة هو واحد القطاع الأساسي في المنظومة الاقتصادية بالنسبة للمغرب، يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام ويشغل لنا عدد مهم من اليد العاملة. في سنة 2021 هذا القطاع تعافى شيئا ما بالنظر الى معطيات رسميه اللي عندنا لحد الان حسب يعني المندوبيه الساميه للتخطيط خلال الفصل الثالث من سنه 2021. هذا القطاع الثالثي اللي فيه الفنادق والمطاعم والنقل والتجاره والخدمات يعني ارتفع ب 6.6% بعد ما كانت النسبه ديال
ديالها انخفضت ب 7.9% خلال نفس الفصل، اي الفصل الثالث من السنه ديال 2020. يعني حققنا واحد الانتعاش نسبي، لكن هذا القطاع ما زال متضررا. واحد الرقم اساسي، مثلا قبل الجائحه 2019 المغرب استقبل 12.9 مليون سائح. في السنه ديال 2020 في الجائحه يلا استقبلنا اقل من 3 مليون سائح، وبالتالي هنا كتبين لنا هذه المعطيات الى اي مدى هذا القطاع ديال السياحه والانشطه المرتبطه بهذا القطاع تاثرت بشكل كبير. هناك بعض المدن تعيش ازمه حقيقيه. نعطيك مثال ديال الصويره، مدينه الصويره اللي معتمده اساسا على قطاع ديال السياحه تضررت كثيرا. الصويره مراكش اكادير عدد من المدن مراكش نسبيا مراكش تضررت، اكادير نسبيا تضررت. وبالتالي هذا القطاع هذا الحكومه اظن انها ستقدم مجموعه من البدائل، ستقدم دعم لهذا القطاع خصوصا الاجراء في هذا القطاع من خلال دعمهم لتجاوز التداعيات ديال الازمه. احنا في الوضعيه ديال الاستثنائيه بالنسبه للقطاع السياحي، لكن هناك يعني مؤشرات ايجابيه بالنسبه للسنه ديال 2022، بالرغم انه هذا القطاع هذا ادى هذا الانكماش ديال هذا القطاع ادى الى انه مجموعه من الناس اللي كانوا يشتغلوا في هذه القطاعات المرتبطه بالسياحه غيروا المهن ديالهم اتجهوا لمهن اخرى، وبالتالي وبعضهم يعيش ايضا ظروف صعبه. استاذ استاذ الحسين الفرواح، هل اذا تم تخفيف القيود في المستقبل، اذا خفت هذه الموجه التي هي بطبيعتها كما يتوقع الخبراء هي سريعه، وتم فتح السفر الدولي، هل يمكن ان يعوض القطاع ويعوض المغرب ايضا الخسائر في هذا الباب من خلال تحويلات قياسيه جديده لمغاربه العالم في هذا العام، وايضا واردات او عائدات من السفر او من الاسفار فيما يتعلق ايضا بالسياح الاجانب على مستوى العمله الصعبه اقصد؟ بالفعل الى حلينا الحدود يمكن ان المغرب يستقبل اعداد مهمه ديال السياح، وبالتالي العوده التدريجيه ديال الانتعاش الاقتصادي. جميع الاقتصاديين كيتوقعوا لانه في يعني بدايه ولا اواسط ديال سنه 2023 غيتلقى يعني توقع ديال المسار ديال الانتعاش قبل الجائحه مع يعني المسار ديال الانتعاش بعد الجائحه في بدايه ديال سنه 2023 ولا الاواسط ديالها. وبالتالي الى رفعنا القيود ديال السفر يمكن ان المغرب من خلال تسويق للمنتوج المحلي، من خلال تسويق ديال يعني لي زون ولا لي تيريتوار المجالات ولا المدن ديال المغرب يمكن نستقبلوا يعني اعداد مهمه من السياح، علما انه بعد الجائحه الكل غيبغي يسافر، الكل غيبغي يعني يبدل الجو كما كنقولوا، وبالتالي ستكون فرصه مواتيه مناسبه بالنسبه للمغرب لاستقبال يعني اعداد مهمه شريطه ان يكون التسويق، شريطه ان تكون يعني عروض مناسبه يعني ولما لا حتى تشجيع ديال السياحه الداخليه، لانها ستعتبر من بين الركائز الاساسيه ديال السياحه الوطنيه وما نعتمدوش كثيرا على السياحه الخارجيه. طيب اخذ راي سريع من الاستاذ زكريا فيران، وهل هذه السنه اذا مرت هذه الموجه بسرعه هل يمكن استعاده كامل القدره السياحيه في المغرب والاستفاده من عائداتها من العمله الصعبه، وايضا الرهان مره اخرى على عائدات قياسيه من تحويلات مغاربه الخارج، هل تتوقع ذلك بشكل مختصر لو سمحت؟ يعني 100% اظن على انه اذا رجعت فقط ليس فقط المغرب، يعني كنظن بان المنظومه الدوليه خصها ترجع حتى هي لما قبل الجائحه، يعني انا ليس فقط انا المغرب هو اللي خصو يحل الحدود ديالو، ولكن هناك الدول الاخرى حتى هي خصها تكون الحدود ديالها مفتوحه، وكذلك السفر خصو يكون مفتوح. يعني فقط المغرب اذا خذ القرار، ولكن بقات مثلا دول اللي هي الدول اللي كنعتبروا السياح ديالها هما السياح الاكثر تمثيليه، يعني فرنسا، اسبانيا، المانيا، روسيا، وكذلك بعض الدول الاخرى، هاد الدول هذه
خاصها حتى هي يكون عندها نفس السياسه ديال فتح الحدود واطلاق يعني الحريه ديال الاشخاص والعبور ديالهم بين المناطق. هنا خصنا نكونوا كنظن بان اذا خرجنا من الجائحه وان شاء الله حيدنا هذا ما يسمى بالترتيب ديال الدول، دول في المنطقه الحمراء، دول في المنطقه الخضراء، هذه الخارطه ديال الدول مرتبطه بكوفيد، الى حيدنا هذه الخارطه وكذلك خرجنا وانتهت الجائحه كنظن بان المغرب بسهوله جدا غيقدر يرجع القطاع السياحي ديالو لما كان عليه في سنه 2019 2018. وهذا مرتبط بعده عوامل. اولا المغرب هي دوله اللي هي الطلب عليها جد مرتفع من عند السياح اللي كنعرفوا تقريبا كما اشار لذلك الزميل 12 مليون سائح في 2019. هناك كذلك ما نساوش القرب ديالها من الاتحاد الاوروبي، هناك القدرات الطبيعيه وكذلك القدرات السياحيه ديال بلد مثل المغرب. هذه المعطيات كامله كتقول بانه الى انتهت الجائحه وانتهت السياسات الاحترازيه ديال الدول وخاصه الدول اللي حنا عندنا ارتباطات معها كنظن بان غادي يرجعوا القطاع السياحي غيرجع للقدره ديالو. في سياق اخر، هل الاكتشافات الغازيه التي تلوح بشائرها في المغرب بين الفينة والأخرى يمكن أن تشكل عنصر إضافي في قراءة آفاق الاقتصاد المغربي برأيك؟ سيدي أنا أعتبر بأن المغرب لم يعطيه له المواد الطاقية، ولكن أعطاه القدرات الإنسانية وكذلك أعطاه ما يسمى بالرأسمال البشري اللي هو اليوم كيعطي نموذج بالنسبة لجميع بعدة دول على أنه المغرب قادر ولو لم تكن عنده المواد الطاقية. اليوم إذا لقينا المواد الطاقية يعني فيما ما تم الإشارة إليه بالأمس كنظن على أنه قريناه فيما يخص يعني العرائش واكتشاف مدخرات جد مهمة من الغاز، كنظن بأن إضافة القدرات الطاقية، القدرات الإنسانية وكذلك القدرات اللي عند المغرب غتكون إضافة جد قوية وغتخلي المغرب يربح أكثر في السيادة ديالو على الصعيد الدولي. لأن اليوم حنا كنعرفوا بأن من الواردات ديالنا أكبر يعني أكبر واردات المغرب سواء من ناحية القيمة هي الواردات الطاقية. إذا قدرنا أننا نكونوا نوصلوا الاكتفاء الذاتي فيما يخص الطاقة كنظن بأنه سوف يكون المغرب يكون هناك تحول جد كبير فيما يخص الاقتصاد الوطني وكذلك فيما يخص جميع المعطيات الاقتصادية في المغرب. ولا يمكن إلا أن نستبشر خيرا من الاكتشافات هذه، وكنظن على أنه غتكون إن شاء الله اكتشافات أخرى في المستقبل واللي غتخلي بأن القطاع الطاقي في المغرب غادي يكون عنده واحد تحول جد مهم، على يكون عنده واحد وغيؤدي لتحول ديال الاقتصاد الوطني سواء من ناحيه القطريه يعني فيما يخص المجال ديالو الافريقي او للمجال ديالو العربي وكذلك في المجال الدولي. شكرا لك استاذ زكريا فيران. استاذ الحسين فرواح، ما هي قراءتك لمستقبل الاقتصاد المغربي ايضا على ضوء ما يشار اليه من اكتشافات واعده لمخزونات مهمه من الغاز في عده مناطق؟ سي محمد، حسب مكتب الصرف فإن الفاتورة الطاقية بالنسبة للمغرب غالية جدا، وبالتالي ما يمكنناش إلا نفرحوا بوجود بوادر إيجابية ديال الغاز في العرائش، ولكن الوقت سابق لأوانه باش ندير واحد التحليل اللي هو موضوعي. بالنسبة نعطيك غير واحد الرقم، الفاتورة الطاقية توريد الغاز والفيول بالنسبة للمغرب زاد إلى حدود نوفمبر من السنة الماضية بحوالي 10.7 مليار ديال الدرهم، لتكون الفاتورة في حدود 31.5 مليار ديال الدرهم إلى حدود نوفمبر من سنة 2021. أسعار الطاقة في السوق الدولية خلال الفصل الرابع يرتقب أن تعيش ارتفاعا. إذا كنهضر على الطاقة كنهضر على الغاز الطبيعي، كنهضر على الفحم الحجري، كنهضر على النفط، بحيث يمكن أن ترتفع الأسعار لسببين أساسيين. السبب الأول هو ارتفاع الأسعار ديال النقل البحري وكذلك الضغوطات على العرض، يعني العرض يعني اقل من الطلب. بالنسبه للاسعار ديال النفط يرتقب ان ترتفع، خصوصا نفط بحر الشمال بحوالي 80% مقارنه بنفس الفتره من السنه الماضيه، لتكون في حدود 80 حتى 85 دولار للبرميل. وبالتالي المغرب يتوقع ان تكون الفاتوره الطاقيه ديالو مرتفعه، وبالتالي لابد لهم من البحث عن البدائل ديال هاد الطاقات الغير المتجدده. المغرب عنده واحد الطموح بانه تكون من سنه 2030 ازيد من 52% من مصادر الانتاج الكهرباء من الطاقات المتجدده، والمغرب عنده تجربه، عنده مكاسب في هذا المجال، وبالتالي ما يمكنناش الا نفتخروا بالمغرب فيما يخص
يعني التوجه ديالو نحو الطاقات المتجددة، وبالتالي التقليص شيئا ما من الفاتورة الطاقية التي تلقي بظلالها على الميزان التجاري بالنسبة للمغرب. وبالمناسبة عندنا واحد العجز ديال الميزان التجاري إلى حدود نوفمبر من السنة الماضية في حدود الزيادة من 180 مليار ديال الدرهم، ونسبة تغطية الواردات الصادرات للواردات في حدود 61.2%، وبالتالي المغرب خصو يخدم في هذا المجال باش يقلص من الفاتورة الطاقية وبالتالي ينقص من تكلفة يعني الواردات ويزيد في الصادرات باش نقصوا من العجز ديال الميزان التجاري بالمغرب. طيب شكرا لك أستاذ زكريا فيرانو، كانت هناك الكثير من المجهودات التي بذلت على مستوى التمويل والإنعاش لامتصاص آثار الجائحة بالنسبة لهذه السنة، كيف والحفاظ أيضا على مناصب الشغل هذه السنة، هل كيف ستكون البطالة ومستوياتها إذا كان هناك انتعاش اقتصادي المزيد من تخفيف القيود إلى غير ذلك، هل سنتوقع لنقول آفاق إيجابية لامتصاص البطالة؟ اولا يجب الاشاره على انه نسبه النمو اللي عرفناها في 2021 هي ادت على انه استطعنا اننا نسترجع الخسائر اللي كانت في 2020 فيما يخص المناصب اللي خسرناها ابان الجائحه. تقريبا خسرنا واحد 495 الف منصب في وقت يعني الركود الاقتصادي في 2020، واستطعنا اننا نسترجع تقريبا 500 الف منصب في سنه 2021 يعني في جميع القطاعات. وفي الإطار هذا يعني استشراف 2022 كنظن بأن هناك ترابط جد مهم بين نسبة النمو وبين نسبة التشغيل، وهذا الترابط كنعرفوا بأنه إذا كان هناك نمو يعني نسبة النمو جد مهمة، ولكن خصها فوق 3%، كل نقطة كنضيفوها فوق 3% كتقدر تعطينا حتى 25 ألف منصب شغل بالنسبة للاقتصاد الوطني. إذا هنا ما يمكننا نقولوا كاقتصاديا إلا أنه نسبة التشغيل مرتبطة بنسبة النمو. إذا استطاع المغرب يعني إن شاء الله نتمناو على أن القطاع الفلاحي يكون في أوج العطاء ديالو كما كان في سنة 2021، إذا كان القطاع الفلاحي وصلنا لذلك النسبة الجد مهمة وقدرنا نوصلوا واحد نسبة النمو اللي قدر من 3 أكثر من 3%، كنظن بأن أنه نسبة التشغيل غادي ترتفع ونسبة البطالة لليوم هي جد مرتفعة مع الأسف نظرا لتداعيات كوفيد وكذلك الركود اللي كيعرفوا العالم الاقتصادي اليوم. كنعرفوا بأنه غادي نحاولوا نرجعوا لديك النسب اللي كانت عندنا تقريبا لما بين 8 حتى 9%. هناك كذلك يجب الإشارة على أن هناك مجهودات اللي بذلتها الحكومة فيما يخص هذا المجال، سواء عدة برامج، هناك برنامج انطلاقة، هناك اليوم برنامج فرصة، هناك كذلك الاستثمارات اللي غتقوم بها الدولة، هناك أكثر من 230 مليار ديال الدرهم اللي مخصصة للاستثمار اللي كنظن على أنه غتكون حتى هي تحفيز للتشغيل فيما يخص يعني سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. وهناك كذلك البرامج كذلك الموازيه اللي كتقوم بها يعني الابناك فيما يخص الدعم ديال المقاولات والدعم مثلا ديال المستثمرين الصغار. اذا في هذا الاطار هذا كنظن بان هذه المجهودات هي غتكون عندها واحد الوقع جد ايجابي على نسبه التشغيل، ولكن المعطى المهم جدا هو انه يجب ان تكون هناك نسبه نمو يجب ان تفوق 3%، وكنظن طيب. انه يجب على اننا نوصلوا لهذا كما قلت في طيب. الاول نوصلوا لانه يكون عندنا واحد نسبه نمو اللي ما تكونش بزاف مرتبطه مع شكرا. مع الميدان الفلاحي بترابط جد قوي. شكرا لك استاذ زكريا فيران. ناخذ ختاما استاذ الحسين الفروح توقعاتك للبطاله ختاما في دقيقه. بالنسبه لتوقعات البطاله في سنه 2020 كانت عندنا واحد النسبه مهمه كبيره 12.8، في 2021 11.8، على اي يمكن ان تكون النسبه ديال البطاله الى عود الى رجع للاقتصاد الوطني الى 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 الانتعاش في حدود 10.5 حتى 11% نظرا لمجموعه من المشاريع الاستثماريه اللي دارتها الحكومه المغربيه. واحد الملاحظه اساسيه، عندنا واحد التحدي اللي هو تنزيل مخرجات النموذج التنموي، وبالتالي باش نحققوا هذيك المخرجات لابد تكون عندنا واحد النسبه ديال النمو بين 5 حتى 6%. الا ما عندناش هذه النسبه ديال النمو معدل ديال السنوي راه ما يمكنناش نحققوا ما اتى به النموذج التنموي. ولكن على اي هناك اشارات ايجابيه للمستقبل بالنسبه للاقتصاد المغربي. شكرا جزيلا لك. اذا ختام هذه الحلقه نشكر الاستاذ زكريا فيران استاذ الاقتصاد بجامعه محمد الخامس بالرباط على مشاركته معنا، ونشكر ايضا الاستاذ الحسين الفرواح المحلل الاقتصادي حدثنا من تيزنيت. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بامكانكم متابعه هذه الحلقه والمزيد على موقعنا medianTV.com. الى اللقاء.